السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا ربي جميع العراقيين والامه العربيه بألف خير. عيد سعيد مقدما، خصوصا انه بعد ما انتهينا من اجواء شهر رمضان الكريم راح نشوف الناس اللي موجودين بشارع الكراده بالسوق على اعتبار انه اجواء العيد والفرح. السلام عليكم. الله، شوفوا العيون الحلوه، كل عام وانتم بخير. تعال هنا، تعال تعال تعال، شلونك؟ زين؟ زين. شلون العيد؟ سوماتو. سوق ما اكو نومه، سوق نومه، الملابس مخلصين، سوق ما لا بابا اليوم اقول لك بايع ب3 ملايين، ما ابيع بايع ب3 ملايين، قول سوق ما ابيع. شلون رمضان وياك؟ زين زين. هاي السنه بارد ومطر. ها؟ ايه علي زين. شو تسوي بالعيد؟ لا بيت. وين تروح؟ بيت. بس بيت؟ ايه بس بيت؟ مرشعي. ها؟ مرشعي. ها تروح هناك؟ ايه. زين، اول واحد من تعايده بالعيد؟ ابوي. ابوك؟ ايه. واهلك؟ ايه. زين، والجيران؟ ايش يوم؟ سويتوا كل اجل و بعد اليوم؟ ام التمر لو؟ فين؟ ها؟ علي. يعني ام التمر ام الحلقهم؟ ايه. احنا نريد نضوك هسه، شلون؟ لا لا، جيب لنا سفري وخابرك. ما لا شلون؟ يلا عيد سعيد ان شاء الله. هدير شلونك حبيبي؟ كل عام وانت بخير. شلونك حبيبي؟ شلون وضعك؟ زين، تعال هنا. شلون الموسم؟ والله الحمد لله. هاي الحركة البيع الحمد لله يعني أفضل من المواسم اللي راحت؟ لا زين الحمد لله. زين، هو مو يعني تقريبا صار 4 سنوات 5 يعني كل عيد من نبدي بالموضوع، أول ما أبدأ أنا على الملابس طبعا صراحة، فيقولون شوية ركود السوق، نايم السوق. هاي السنة شلونه؟ لا زين، من شوي نزل الدولار، شوي تحسن السوق الحمد لله. هسه اليوم الدولار بيش؟ 145. يعني نزل تقريبا 5000، كان 150. لا كان 155. الحمد لله، يعني زين السوق الحمد لله. يا هذا موضوع شويه خلى الحركه موجوده. خلت الحمد لله. زين، يا عيد يا ابو نمنمه، خذنا وياك للسينما. ليش بالله للسينما؟ انت تروح للسينما بالعيد لو تروح؟ لا ما راح. تروح للتشوب ولا ما تروح؟ للتشوب، اخذ الجهال واروح. اه والله العظيم. شو تصعد بالله؟ تلعب بالهواء؟ بالهواء. مراجيه؟ مراجيه. زين، بطفولتك شنو تلعب؟ هي نفس الحاله مراجيه. اي؟ وهسه تسوي للسنينه. لعبت التذني، لازم اطفالك هم يلعبون. اي لازم لازم. هاي الالعاب الجديده النزدن الاشياء هي تطوير شوي شوي الحمد لله. ها والله زين. اول شخص بالعيد من تعايده؟ والدتي. تشرب شاي؟ الله يحفظها لك. بعد والدتك؟ العالم والبيت. زين هدين، انت قبل كنت متعلم تاخذ عيديه، هسه انت تاخذ لو تنطي عيديه؟ لا انا هسه اطي. تنطي؟ ما مشتاق واحد ينطيك عيديه؟ ابد؟ لا الحمد لله. منا منا؟ لا والله ما راجع اموره. وارد والله. خل اعطيك، خل اعطيك عيديه. زين. تروح بعد العائله، تروح وين يعني؟ للجيران. هاي بعد العادات اللي يقول البيبان. موجوده اي. ايه؟ العايد العايد. واحد يعايد الثاني؟ واحد يعايد واحد، الجيران، الاهل، الصديق. زين. الكليجه شو اخبارها؟ كليجه خير من الله. يا الله، انا اريد كليجه، وينها؟ ما جايب؟ لا والله ما جايب كليجه؟ لا والله ما جايب. منا منا؟ لا والله. سويت مؤتمر؟ ام التمر ام السمسم. زين، انا اتمنى لك التوفيق. الله، وشو نقول للعراقيين؟ والله ان شاء الله عيد الاكبر عامه للعراقيين على امه محمد، ويستر امه محمد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب للجميع. للجميع ويحفظك. ويستر امه محمد على كل بشر. ان شاء الله. ويحفظ كل طيب ان شاء الله. عاشت الايادي، ان شاء الله اشوفك بمول صغيرون مو لا بس. خلين هنا مول صغيرون هي لا ما ادري والله. راح تكبر على العالم. اه يعني يضرب روحه. ايه. والله يضرب روحه. والله خليني هيك احسن. شلون يعني؟ خليني هيك احسن. بس يصير عندك موت تكبر؟ ايه تكبر اي. خليني هيك احسن. لا والله احمد الله خبز طالع من السنة. زين هسه انت عندك بسطيه. ايه. اشرب شاي منك عادي. ايه اشرب بالعافيه. بس اذا صار عندك موت ما تعطيني شاي. بالتوفيق ان شاء الله. هديك في دول قلبك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي احنا نتمنى عيد فطر مبارك لكل العراقيين، وان شاء الله يا ربي احنا موضوع الامن والامان ان شاء الله تجاوزناه، ان شاء الله يا رب كل الامانه تتحقق من اللي يتمناها العراقيين، سواء انه هي الامانه معروفه انه ذات تعيينات او بيت او ما شابه ذلك، فان شاء الله بالقادم او الايام المقبله ان شاء الله يا رب تحقيق كل الامان. متواصلين وياكم، خليكم.
عيد يا ابو مرايه خذنا وياك مشايه. العام انت بخير، زياره مقبوله. شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون اجواء العيد؟ الشغل رمضان خلوك، خلي ابدي برمضان. والله شلون كان الشهر؟ نعم، مطر وبارد وما حسيته. نعم اللي يجي من الله هلا بي. اعرف نعمه خير من الله. خير من الله، مو اخاف من الباقيات، اخاف من السابق. طبعا هي العام والسنه ما حسينا بشيء. جو بارد طبعا، مطر وهاي. مطر هواي مو؟ وانت انت هواي. انا هواي؟ انت هواي وانا شوي. لا انت شوي وانا هواي. شلون الشغل؟ عمري الحمد لله. زينة الحركة شوي؟ لا نعمة بدت الحركة تتحسن. الناس شوي وضعهم؟ طبعا بس أمين بعدهم خافون يجون الكرادة وهاي. ليش؟ عصار مالتي يعني. احنا بالمناسبة حتى نوضح انه احنا اليوم موجودين حاليا بمجمع الليث، سبق وان شهد كارثة على مستوى الإنسانية وعلى مستوى العراق، انه الحادثة حادثة كرادة، حادثة مجمع الليث، يعني الرحمة والغفران للمتوفي. فالناس بعتها خايفة؟ اي طبعا، مو انت تجيب حركة قبل كرادة على حركة هسه، يعني الانفجار غير طبعا من الحركة حكي المجمع مال هذا. اي مال الليث؟ كان تقول موض حركة مالته هسه لا العالم تنعاد. زين انتم ليش تطلعون شباب؟ تعال تفضلوا، اهلا وسهلا. تعال حبيبي تعال، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. تعال شلونك؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ الله يخليك. شلون رمضان ثاني؟ الحمد لله. والعيد؟ تحضيرات للعيد شنو سويتوا؟ البيت، البيت سووك ليجي؟ لا ما واصلين البيت. ما واصلين البيت؟ لا هذا من هذا مو من بغداد. على راسي نتشرف. تروح ما تروح بالعيد؟ ان شاء الله. شو وقت ان شاء الله؟ الليله طريق السلامة. شلون العيد هناك؟ الحمد لله بخير. بخير. تشتغل هنا؟ هنا طالب انا اول شيء، وبعدين اشتغل. ايش تدرس؟ اشعه وسونار. اشعه وسونار مبين والله، من شفتك قلت هذا لو دكتور لو صيدلان. ليش ليش دائما تشابهون نظارات وحبابين؟ ما اعرف هي بعد ليش يعني هاي ديزاينكم ايش؟ قالب يجي من الولاده؟ من الله. يعني هذا حكايه مو بس من يمي. لا الكل يتفق على هذا الموضوع. يعني ديزاينكم معروف مبين طبيب هسه مهب عليه مبين لا عطوبه. ها الولد مبين خياط مو؟ صحيح. نقرا وجوه، احنا واصلين مرحله العراقيين مو؟ قد ما الواتها نقرا وجوه مو؟ مو صحيح؟ خير. لا بالدم نمشي ويانا ها؟ بالدم نقرا، دم هيك مبين. هسه انا شو مبين؟ مبين اعلان. قوي هاي. شهر رمضان كان حلو خفيف. كلش حلو خفيف. راح نشتاق له. حلوه ان شاء الله وما خلص بسرعه ما حيلتني. مو لين مطر. الجو بارد كان. زين شو نحب نوجه للعراقيين بمناسبه شهر رمضان؟ والله اول شيء يعني عندي الامل بامان. احنا نقول انا هاي حكيتها قبل شوي، قلت احنا ان شاء الله عبرنا هاي الامنيه انه الامل والامان، خلينا نتمنى بعد غير امان. ان شاء الله فرح يصير كل البلد. اي فرح. فرح نشيل هم الاحزان، هم ما حتى الحروب قبل يعني. ان شاء الله تعوض يعني بالافراح. الشهداء يعني تركت اثر كبير فعلا على العوائل العراقية. اكو هاي حتى الان اشوف عوائل تكسر وحزنان على كلش بسبب فقدانهم حتى ابنائهم او احد اخوانهم او اللي ترك له ايدام وراء، اللي ترك له عائله، اللي ترك له ام، اللي ترك له هاي ما حتى الحرب ما داعش. كلها من شبابنا، كلها من نوردنا، كلها من اصدقائنا، كلهم يعني من العراقيين من عندنا وبينا. خلنا نقرا لهم الفاتحه ما دام احنا طالعين. خلونا عجوا يعني لو لاهم يعني انه لا لاهم لا ما مستمرين. خلنا نقرا الفاتحه. الف رحمه على الارواح. الف رحمه على الارواح. ان شاء الله يعمل امن والامان نسمعكم، وان شاء الله افراح تزيد، وان شاء الله نتقدم ان شاء الله للعراق. ان شاء الله اشوفك افضل ابو اشعه وسونار بالعراق ان شاء الله على مستوى العالم. بدو العمر بس مو متحس بالعراق ابو علي. ايش بيه؟ مو متحس بالعراق. شوف انا ما اخذ ليمت 100 دولار هسه اعطيك 100 دولار تصير كشميه. شوف اوزع عيديات، اوزع عيديات. عم زين التمور قد راح تعطي عيدي يوقف من المن؟ للاطفال. انا لا مو للاطفال، انا لا ما اعطاني خال. انت تنطل وتاخذ؟ لا انطل، هاي اول سنه انا انطل، كل سنه اخذ. ها بس قعد كبرت حسيت مسؤوليه طلعت لك لحيه. لا ما كامله. ايش قد سنه تاخذ؟ انا كنت اخذ وما حد يعطيني بس امي وخالي. زين اكثر موسم تتذكر انه هو بيعدك هواي فلوس من العيديات جمعتهم؟ لحد هسه اتذكرهم. هو كل عام.
زياد وصلت 280. لا انت امورك عدله 280 وانت ايش قد سنه؟ لا ما اقوى عيدي يعني زياد بالعيد صار عندك وايد فلوس. ما انا صادفت نجاح وبوقتها مال العيديه فضاعفت صارت دبل. اي صارت دبل. انا اتذكر اقوى عيديه صارت عندي كنت 85 اللي اشتريت بين بايسكل صار 2006 2007. البايسكل كان احد احلامنا يعني هو حققته بالعيد بفضل خوالي وعمامي تحيات انهم انا لو والله لو مو عيدياتكم ما اشتري انا تبي واحد لان كل كان احلام عندنا هالبايسكل من قبل الابتدائيه والثانويه هذا كان عندنا حلم ندوس البايسكل انه البلاي البلاي كان يتاجر خلي كان تملي 99 ما كان يعني كان طب يجوز لحقت تتذكر كنا ناجر السيكي لا السيكي شايف السيكي قديمه الاداري زين زين كان عندنا اخوه من البلاي بعدين الله تو جاب 2011 2012 طبعا البلاي هو ما يصدق تعال تصدق لو ما تصدق ما يصدق تصدق تصدق كان لا لا خليك تصدق البلاي كنا ناجر ولا ليش ما صدق ليش ماجر البلاي لكن هيك حتى ب 3000 كنا ناجر لا مو صحيح لا انا باع عشان عند صديقي البلاي 1 البلاي 1 لا 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 تاشي لك بلاي 3 انت جيل جديد خليك كان ممكن نحكي على هذيك السوالف القديمه كلهم نحكي عليه ما فاتتهم اتمنى لك التوفيق وان شاء الله يا رب عيد سعيد عليك وعلى العائله. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. ما لعب بيبسي بالبلاي 1؟ لا انا مو 2005 بعد. انتم وين انتم؟ هو شو يلعبون؟ يلعبون بوبجي؟ لا تعال بس تعال بس تعال بس تعال بوبجي تخبل منه. ها ما احب ايش تلعب بعد؟ انا؟ كلش ما العب الصراحه بس ابغى مسلسلات وافلام. اول زياد فقير دعاب اللاعب؟ شلون ملاعب؟ تصاوير؟ انا بشايل وهاي كنا نلعب زين يا عيد يا ابو نمنمه. نمنمه ماكو سعيد. اي الله والله خل اسمعها. لا لا ما اعرف اجى العيد هذا تعلمته من هو يغني اجى العيد ومعايده اجى العيد لابس معاصك ودري اجى العيد ومعايده مقبوطه اجى العيد بعد 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 ثاني شيء هاي هاي هذا انت ما عندك ذكريات خطيه ما عندك ماضي اصلا ما عندك طفوله تعرفه هذا ولد خطيب قبل جيت من بطن امك انت ما شاء الله هيك عمرك 10 سنوات قبل ما اسوي لك لقاء قلت لك انا ميس ميس انا ميس لا ميس ميس انا كانت لنا البوز يلا بالتوفيق شباب ان شاء الله عيد سعيد عليكم يا عم مشاهدي الكرام بالتالي احنا نتمنى عيد سعيد لكل العراقيين وان شاء الله يا ربي مثل ما نقول انه الكل عراقي تتحقق احلامه وتتحقق امنياته بعيدا انه عن امنيه الأمنية العامة اللي دائما نسمعها وتعودنا عليها انه يعمل الامن والامان احنا ان شاء الله هاي الخطوة ارجع واقول ان شاء الله عبرناها وان شاء الله ندخل بعد باحلام ونتمنى امنيات غير اللي كنا نتمناها متواصلين معكم خليكم سلام انت بخير صحه وعافيه صحه وسلامه سلامه عيد مبارك وينك عيد هذا عيد الله عيد الله موجود عيد نعم بالله بس بالعراق والشعب العراقي المسكين ماكو عيد ليش والله لان انتم الاعلاميين شي صراحه لا تبالغون العيد للفايخين بس مو عيد للفقير هسه العالم على حب الله اصلا العيد للفقير توافقني لو لا احنا لا 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 العيد للفقير يروح يلعب تشوبي يروح للساحه يلعب جلاب الهواء الفقير مو هنا الفقير اصلا ما عيد بالعراق عيد بلندن لا ما نصل شيء احنا قبل زين. على طيبه زين انت بس دخلك ايه غير خليني نحكي يلا كمل انت اعلامي انت ما عايش انت بطن امك احنا بثمانين تعلمنا الشرايه البغداديه البغداديه الحلوه بس كنا نروح المراجع الطيبه والخير وحتى الخير راح ويا 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 عجايزنا ها وشيابنا البغاده زين انت فقير لو غني والله انا فقير 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 لا مو فقير يعني فقير يعني فقير انا بس بدي اوصل النقطه وياك يعني عيدت لو ما عيدت ذيك الفتره كل سنه عيد بس العيد قبل احلى بلذع بابا الله بابا تعال لنا حجي شلون بالله شنو يختلف؟ يختلف الحنيه
ماكو هسه اخ ويا اخ ما يتحكى. يعني هسه جيرانكم ما تروح تعايده؟ مو مثل يعني واحد احنا قاعدين يمكن سابع جار ما مو عنده. هسه الله موصب سابع جار يعني ما صحيح بس ايه؟ مو تغيرت النفوس. لا يعني ماكو ما تروح عيد المبارك؟ انا اروح. لا لا شو ليجي هاي الترتيبات طبعا هاي بس ايه؟ التواصل هو هذا العيد. اي احنا نريد قبل كان لما نعم. اذا يتوفى واحد التلفزيون ما ينفتح كل الجواري. هاي اتفق وياك بيها. اذا جيرانك يتوفى ايش قد تبقى التليفون التلفزيون طافي؟ شهر مو؟ شهر بس هذا العيد عيد الله بعد. عيد على راسنا هذا عيد. يتمنى الشعب العراقي يعني يتمنى الشعب العراقي ان هذا العراق العظيم اسكن بالعراق اسكن لازم كل واحد بيت مجتمع ما نقول فيلا 50 متر والله حكيت وسكن حال العالم صح. يفكروا بس ما يفكرون هذول ملتهين بس يحطون بجيبهم ما يفكرون بالشعب. الشعب اذا انت كونت نفسه سويت بناء مترو سويت بس احنا باقيين ترى على القديم شلون على الربل نفس الشيء سيارات ما عندنا شيء تطور. شنو منيتك هسه؟ والله منيتي العراق يرجع وكل شعب كل انسان فقير كل انسان الى بيت صغير ما يريد كبير ويتكون نفسه وشنو هسه انت يهمني بعد بيت صغير ليش؟ هذا شعب تقول 1000 متر دافع من جيبك والله العظيم ما يسوون حبيبي هذول الناس جايين يخطون بجو يعني بين صغير ايش كم متر بس هو؟ ما اريد 50 متر 50 صغير والله صغير شو اسوي وانا دخلت طول هي صارت بس باوع صارت بس الارض الزراعيه الزلانقين والناس تتفرج يا حبيبي وانتم طبعا دائما الايام حلوه ونتمنى اتمنى من رئيس الوزراء المحترم السوداني واجبنا يعني باوع على الموظفين على الفقراء هسه وهذا من وجهك الطيب مدير قناه المحترمه ان يوصل صوتنا هسه المجمعه السكنيه اللي صارت هسه بالمنصور ولا بكل مكان تسوي مثل مصر ما نريد نقول مثل الخليج مثل صحيح. مصر صحيح. أو رسالة مثل مصر مجمعة سكن الموظفين وللفقراء بالقصة المريحة حتى يقدر يحل أزمة السكن. هسه أنت شفت بالخضرة بسكولات نفق شت أبو غريب بالمنصورية من الزوراء ما حلت أزمة السكن ليش؟ عجاوبني تعلامي كبير نعم الله يسلمك لأن عايش ديشين ناس البيت وده يقعد بيش ب400 مليون الموظف ما يقدر فالناشد السوداني البطل والله أضم الناشدة صوتك الناشدة من هذا المنبر بالعيد المبارك أن يباوع مجمع سكني ليسوا استثمارات وهمية والله أضم صوت صوته وهذا يعني مو إلي هاي مصلحة الجميع مصلحة الموظفين مو بس مصلحتي أنا مطالب أنا قاعد بجار صح. قاعد بجار ب500 ولا ب600 ولا ب700 بس الى متى اظل هيك انا عراقي عمري 56 سنه باكر عقب انا اموت بس الجال عيتها تموت فكروا المستقبل هذا العراق طيب هذا الشعب العراقي طيب فكروا سووا لنا مجمع طيب. الله يحفظك سووا لنا مره ثانيه مجمعه سكنيه للموظفين بسعر والفقراء ترى مو البلد اغنى بلد بالعالم فعلا حتى القاع فلوس مالتنا فعلا رئيس الوزراء السوداني سودان. المحترم أنا تباوع حارس هالتنا أي والله للفقراء الموظفين تحياتي شنو نقول للناس العراقيين كل عام وانتم بخير الشعب العراقي البطل الشعب العراقي اللي الأصيل الذهب الله يحفظه وصحة وعافية وإن شاء الله بالخير عاشت إيدك والكسبة خطية الكسبة أنا راح أجيك قبل الكسب وصل رسالة نعم. بس رسالتنا مجمع سكن الفقراء حان حال البسكلاتة والمثنى يا حبيبي تحياتنا أنا أتمنى لك التوفيق رسالتنا توصل وإن شاء الله واصل حبيبي. رسالتك وبالتالي أنا أضم صوت الأخ اللي حكى أنه يحتاج مجمعات سكنية خصوصا أنه الناس الفقراء الناس اللي يعني وضعهم المادي صعب خصوصا يعني انه احنا بالوقت الحالي جاي نشهد ارتفاع مو غير منطقي وما ومبالغ به جدا انه ارتفاع سعر الدور السكنيه سواء بغداد كرخور صافه يعني ما شاء الله بالاف الدولارات المتر وصل والدخل المادي محدود ايضا للفرد العراقي بالتالي هو موظف راتبه 800 و700 وحتى ذا مليون فصعب جدا انه يشتري بيت ويحقق امنيته فنتمنى انه من كل المسؤولين اللي يتابعون خصوصا بايام العيد ايام عيد الفطر المبارك ينتبهون لهاي الشريحه يبنون مجمعات سكنيه او يوفرون دور سكنيه للموظفين وبقيه الناس تواصلنا معكم خليكم العمو توفير عمو توفير ان شاء الله صحه وسلامه
توفيق ان شاء الله يا رب وتحقيق الاماني الجميع ان شاء الله. شلونك برمضان؟ شلون خلصتها؟ الحمد لله هاي نشتغل ونصبر مشت الامور. والجو حلو كان؟ الجو ما شاء الله طيب لانه يعني ربك سهلها على الجو. بارد هي شوي نعم يعني جو متوسط لا هو بارد ولا هو حار، تقدر تتمشى تقدر تشتغل زيان. تقدر تنام تقدر يعني طعم يعني نقول غذاء طعمه زين، تقدر تصبر يعني بالصيام والامور ماشي. الصيام كان خفيف؟ خفيف نعم. اي مو؟ نعم. زين بالعيد تحضيرات شنو الاجواء العائله سويتوا وش حضرتوا؟ والله هاي يعني من هسه متحضرين نروح لقرايبنا متحضرين الزياره حاضرين كوستر زين صعدوا بالكوستر يروحون للنجف يزورون اليوم ويسلمون على القرايب ويزورون ويترحمون للموتى وبعدين من يكملون يعايدون خلينا نقول يعطون الهدايا ويكملون يعني اول يوم للنجف. اي نعم اول يوم النجف. اي نعم. وباقي الايام اليومين للقرايب للقرايب وللاخوان الاصدقاء يعني هاي تعرف انت هاي الامور. زين عمو سؤال يعني. العادات بعتها والتقاليد هاي بكل عيد انه الناس واحد يدق الباب على الثاني عايد الحمد الثاني لله موجوده بس يعني مو مثل قبل. يعني قبل شنو يعني اللي اختلف؟ من ذا نتذكر كنا بالسبعينات شابيتنا ما يفرق كل ساعه تدق الباب ذان شيء مره معهم مره كيت جدر دولمه مره ما ادري شنو يعني تعرف السبعينات الناس كانت غير والله حتى بدايه الالفينات انا لحقت على هاي. اي نعم يعني هم انا صح بالالفينات بس هسه الناس شوي جاي تعان مع موضوع خصه كبار بالسن بعمرك اللي اصغر منك تقول هاي العادات اختفت اكو شغله ثانيه منطقه تغيرت يعني مثلا اهل المنطقه الحقيقيين طلعوا من عندها زين فاجوا ناس جدد غربه يعني من يجي غريب مو مثل ما هو عايش ويا 30 سنة تختلف هنا العلاقة؟ يعني نعم العلاقة هنا تختلف؟ طبعا العشرة الطويلة مو مثل العشر سنين والخمس سنين بينما 30 سنة هذا أكثر من أخ. اي نعم يعني العشرة لها دور هنا؟ طبعا هي لها تأثير. أنت هسه صاحبك أبو العشر سنين مثل أبو السنة؟ لا بس هي مرات الموقف يحكم. مرات صحيح أكو ناس تقدر تقول يعني ممكن علاقتك بي سنتين تاخذ بس وياك وياك موقف كبير. اي تلقاه مثلا يعني يوقف لك بالشدات، تلقاه مثلا حريص، تلقاه يعني ما ينساك دائما يسال عليك. هذا مرات يكون اكثر من عشره يعني صحيح. ها هذا لازم ما نخسره. طبعا هذا اكثر من اخ. فعلا واحد يخسر اخ؟ لا مستحيل. زين اجواء العيد شلون اسولف؟ السوق شلون اتحرك؟ الحمد لله الحركه يعني. مال الموسم هذا صار له اربع ايام السوق ما شاء الله قوي. نعم زين اتمنى لك التوفيق جميع ان شاء الله وصحه وعافيه ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا عمو اخوي العزيز. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم كل عام وانتم بخير. خليكم ويانا يعني. وانت بالف خير او صدق احنا نسينا نهني العراقيين. انا لا طبعا شو نقول للعراقيين؟ احنا قلنا على الجميع بس احنا بعد هاي خاصه هاي بعد الخاصه. كل عام ان شاء الله العراقيين كلهم بخير. ان شاء الله الجميع بخير متواصلين وياكم وخليكم ويانا. كل عام وانت بخير كرار. كل عام وانت بخير. شلونك؟ احتر لي هيك طفي. شلون الامور؟ انا مش الولد يا معود. شلون الامور؟ تعال 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 بخير. تعال جاي شو انت؟ شلون رمضان يا اخي؟ والله نعمه بخير زين؟ الحمد لله زين. حركه العيد شلون اسولف لي عنها؟ والله الحمد لله نعمه اليوم اول يوم. ان شاء الله يا ربي كل الايام عيد وفرح. سويت والله ايش راح تسوي بالعيد؟ وين تروح؟ وين تجي؟ ايش تقطع ايدي؟ ايش تاخذ؟ اروح لوالدتي والله بس تاخذها تجلس. وين والدك يا شيخ؟ بالناصرة. ها الله يحفظها لك ان شاء الله. يعني اول يوم للعيد، ثاني يوم للناصرة. طيب. زين. مشتاق تاخذ عيدية؟ ان شاء الله. جد؟ تاخذ مو تنطي. طبعا. من ينطي؟ انا ما حد ينطي انا انطي. لا هسه ما يعني ما مشتاق واحد ينطيك عيدية؟ بس والد. مشتاق لها كل شيء وتعطيني اياه. ايش تعطيك بالله؟ تعال تهمنا حضرنا. شنو اللي اريده تعطيني اياه؟ ها. والله اللي يطلب لساني. انت متزوج؟ الحمد لله والشكر لا. الحمد لله والشكر لا. اذا راح تروح شو تريد هسه العيدية؟ عيدية شوفتها عيدية. الله والله. الله يحفظ امك ان شاء الله. يحفظ راسي. جميع الامهات. راسي. يا عيد يا ابونا من ما اخذنا وياك نسينا هناك بالناصرية وين؟ بالناصرية تشوبي؟ تشوبي ماكو تشوبي. ماكو تشوبي هناك؟ ماكو. زين. اقوى شيء السيد لطيف. شنو السيد لطيف؟ مزار يعني شلون
ها تزوروه تغيرون بيه جو هنا ملاعيب ذهاب الهواء ايه هم عاد شلون في مراجيح مال اطفال يعني ايه بس هيك ها ايوه عيونه اتمنى لك التوفيق حبيبي تاج راسك عيد سعيد رحم الله والديك عيد سعيد عيد عليكم عيد عيد اهلا اهلا بالعيد مرحبا بالعيد تمام مشاهدينا الكرام تواصلنا معكم خليكم يا بيقولون الحلاقين دائما بالعيد قايمين بالدخل شلونك حبيبي شو اخبارك شو اسمك اشتغل اشتغل محمد شنو حلاق تو زبون لا حلاق بس بعدك صغير ما شاء الله ايش صار لك بالمهنه سنتين انت تشتغل وخيط وموس وتدريج وايش قد بالله تاخذ على الحلاق كبير ايه 15 زين كبار كبار صغار انا حتى الزباين ضبار ايش ثقيل ثقيل بي ما شاء الله شلون الشغل بالعيد الحمد لله بخير زين زبانك يخابروك وحجز وكذا لو يجون هم تنتظر لا شلون مرات يخابرون ابوي يحجون يمي تبوك حلاق طلعت حلاق علي ها وبالمدرسه وبالمدرسه اول متوسط يعني جاي داوم وبتشتغل عافية عليك، ضبطتها هسه ولا؟ نعم هسه من 10 ايش قد ضابط المهنة؟ ايش قد تقيم روحك؟ 9.5 9.5؟ وهذا النص منه إلك، صاد 10 10 شلون بالعيد الشغل؟ الحمد لله ما تو ما ت... ما, ت... ما ترتاحون مو؟ تبقون واقفين 24 ساعة رجلك هسه راد لها تتمرن عليها أتمنى لك التوفيق يعني يمكن هذا أصغر حلاق شفته بحياتي لحد الآن الله يحفظه إن شاء الله عمرك 10 سنوات 13 سنة زبانة ضباط هذا يوصل 25 زبانة وزرايس يلا بالتوفيق نعم مشاهدي الكرام تواصلنا معكم خلينا نشوف الحلاقين موجودين الله أنا بس أريد أسأل سؤال هذا شو وقت سويتوه حلاق؟ وين شرد 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 أريد أسأل سؤال السلام عليكم شو وقت صار حلاق؟ أنتوا إيش دلال هذا دلال زين من بيك ونرجيلة هاي العروض بس بالعيد لا لا ما توحى هاي العروض أنا واحد أختلف أنت واحد تختلف أنت الزبون الثقيل أنا الزبون الثقيل الزبون الثقيل أربع زايد يجي كله ناس زيان ناس حديد ونرجيلة جد راح يطلع أبو المحل أبو المحل لا عمي لا والله مو أبو المحل زبون زبون ثقيل زبون زبون ثقيل هو بعد السادة زين زبون ثقيل زبون ثقيل معاملته تختلف عن الفقير لا نفس الشيء لا شو ذاك لا بخلينا نرقيله لا جايبين له مي شاي ما جايبين جيبوا له مي عاد مي شرب مي مي شاي شرب مي عيد المبارك الله يحييك شلون اجواء العيد؟ والله الحمد لله دخل دخل سولف لي بالدخل دخل ثقيل عليك الله ايش قد صار لهم هنا عزلوا ولا ما عزلوا هذول؟ لا عمي شي عزلوا مو؟ من الصبح للليل بالوحدة بالليل مفتحين، بثلاثة بالليل مفتحين بالخمسة الصبح مفتحين أقول له أنت يعني ما تتعبوا رجليك ما تهود ما تنام زين صبر موسم هذا موسم أقول له أنت أعطيك بس شو ما مبين عليه؟ ما هو عليه؟ أيوه ما مثل مسوي ابتسامة طوليون جاي يجمع للزواج زارع شعره جاي يجمع للزواج بس أنا نصحه نصيحة يعني يوم والله نصيحة من متزوج كل ما قعد هنا نصحه شو تقول له؟ أقول دير بالك تتزوج بجد بعد هاي سمعت؟ دير بالك سمعت؟ سافر بيهن اشتري بيهن قاع اشتري بيهن سيارة دير بالك تفكر بالزواج ما في مستقبل أبدا سيد ليش بس وقف؟ ها؟ ليش؟ يا أخي سيد يقول لك اسأل المجرب ليش ما في مستقبل؟ شو حتى أنت قبال جيتني ليش؟ والله عم بستشيرك والله بستشيرك ما متزوج لا يتزوج وين متزوج شو تقول بعد بعد القطار وين متزوج بعد هاي بعد ركبته الموجه اي والله بس راح تتزوج تتزوج ولا؟ تتزوج شو طلع متزوج؟ لا
لا وين الزواج؟ اه تسذب علينا انت؟ لا عم تعزف لا بس حلقه بلي من بعدك خاطب بعدك خاطب زين عقد والمحكمه والسيد يعني شنو؟ اه يعني بعد بيها مجال بيها مجال بيها مجال تلاحق روحك خاطب بجيت لحق لاني والله سيد والله وقتها لك تعال يعني انت راد لجلسات خاصه جلسات خاصه اي راد شوف اجيب لي نرجيله انت لازم تسمع ان انا سابقك بالتجربه وزبون ثقيل اي وزبون ثقيل ثلاثه ماخذ ما قلت ثلاثة يعني باوع شوف عنده خبرة كبيرة يعني ثلاثة ويقول دير بالك تتزوج اي ما نصحت روحك بالاولى بالثانية انا سويت اخذت الاولى بس انا شوفت اخذت الاولى علقت بالشنقاس ما اقدر اعوفه قلت يعني خلي اخذ الثانية زين بعد هي مشت القطار يا رب ان شاء الله بالعيد الرابعة فهسه انا جاي ادور على الثالثة بصراحة الثالثة؟ اي والله انت بعد ما تنصح انت ما تنصح لا هو لوحده هو بعده ما متزوج ها فيتلاحق نفسه المتزوج كم طلق يعني بعد وصل مرحلة المتزوج ما يقدر يطلق المتزوج بعد ما سامح الفاس وقع بالراس بعد تعال راسه بشرك اقرع صاير اقرع صاير انت كلها تمت علي والله نصيحه انا لو اسمع هالحكي اشرد منها بعد ما اجي المحل ما اجي المحل والله انا كل واحد يريد يتزوج يجي يستشيرني وانا انا بالنسبه ما اجي استشيرك والله وجه الحكي هنا عمي مصورنا لا المشاهدين 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 كل واحد يريد يتزوج يجي جلسه يمي يبطل جلسه للزواج ثلاث ايام؟ لا يومين 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 اشترط ما هديه للطبيب يفكر بالزواج نهائيا يعني اقنعه قناعه يعني هو بحيث يطلع منه مي مقتنع الله بس زين قنعتنا انت اي لا بعد انت عوز عوز جلسه ثانيه ورا التصوير اطلق راح اقنعك بعد اكثر اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله عيد مبارك وبقناتكم المحترمه طول عمرك زين ان شاء الله نعيمه المقدمه زين بعتها اللي قلت لك نعيمه تطيب بخشيش شوي طبعا شوي اقول معهم يجي دور الجهال كلهم ثلاثه اربعه انت زين يوم واحد يجيب الجهال ثلاثه ايه. اكمل كلهم نعيمه نعيمه لازم اطيب هو طب من الباب للمغسله ومن اطلع يوزع بخشيش تبع الثقيل سيد ايش سوي بعد ولا الثاني ازواج تزوج ولا طبعا الزواج اه والله ما بس الدخل ما قلت ليش قد باليوم الحمد لله مش وقت ليش وقت زايد فته بس عم ناكل بطل كاسر زوقك من 8 لثنتين من 8 الصبح لثنتين ها والعيد شنو اخباره؟ زين اهلا اهلا بالعيد يا اتمناكم التوفيق رحم الله عليك يا رب ان شاء الله التوفيق لجميع العراقيين والمام يتزوج ان شاء الله يتزوج ان شاء الله المام يتزوج 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 ان شاء الله المام يتزوج يتزوج إلى المشاهدين الكرام بالتالي نتمنى عيد سعيد لجميع العوائل العراقية ويا رب إن شاء الله المام يتزوج يتزوج واللي بباله أمنيات إن شاء الله يا رب تتحقق ويحفظ جميع الأمهات وعوائلنا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل إلى اللقاء.